السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم بيتزا. الناس بزاف تيعلقوا كيقول لي ما عندهمش الروبو واش تخرج لي ملاباط بحال ديالي. واليوم قررت ان شاء الله نعجنها بيديا باش تشوفوا وندوز لكم المقادير ان شاء الله. عندي 700 غرام ديال لافارين، عندي 300 مليلتر ديال الماء، وعندي 200 مليلتر ديال الحليب، عندي 4 ديال المعالق ديال زيت البلديه، زيت الزيتون، عندي 2 ديال الفرماج، اي فرماج واحد يستعمل اي فرماج، عندي معلقه كبيره ديال سنيده، عندي 7 غرام ديال الخميره، عندي معلقه صغيره ديال الملحه. ندوزو لطري حاجه، غادي نبداو غناخذو الحليب ديالنا غندفيوه ونرجع معاكم. دابا غندير مني دفى ليا الحليب ديالي، غندير فيه الخميره غنخليها مده ربع ساعه ونرجع معاكم. بسم الله، غندير الفرينه ديالي، غندير فيها الملحه، نخلط الملح بعدا مزيان، غندير السكر، سنيده، ندير الزيت، ندير 2 ديال الفرماج، ندير الحليب اللي خليته مرتاح باش نهزو الخميره اللي باقا لينا هنايا، نكبو عليه هاد الماء اللي ديجا. دابا بسم الله نبداو نعجنو. كاين شي دقيق كيشرب الماء اكثر من الاخر. دابا حنا عينا ميزاننا، درنا داك كاس الحليب وكاس الماء، نبداو نجمعو العجينه ونشوف. ما خداتش ليا الماء بزاف، على حساب الدقيق كل دقيق وكيفاش دير، ولكن غنزيدها شويه. انا كتبان لكم كتلصق، مازال نزيدها شويه نقول لكم شحال شاط ليا ديال الماء. شوفوا العجينه مازال كتشرب الماء واخا كتلصق، مازال كتشرب الماء، مازال غنزيدها شويه الماء، مازال ترش عليها شويه الماء. خاصكم تبقاو دلكو مزيان. كما كتشوفوا العجينه ديالي وجدات، خدات 300 مليلتر ديال الماء، كتحب لي غير بقشيت ليا شويه صافا. يلا يلا شو خاصها تكون تلصق. دابا غادي نجمعها ونديرها في التيبيخواخ. عجينه مدلوكه مزيان كتشوفوا كتلصق. دابا اللي عنده تيبيخواخ يديرها، انا غنديرها هنا. كتشد الوقت الخميره مده ساعتين حتى لساعه ونص على حساب قد ما ارتاحت هي مزيانه صراحه. تغطوا عليها مزيان، بعدا خصها تنفس. ديروها في شي بلاصه سخونه، تغطيو عليها كاع بشي حاجه سخونه. غندوزو نصاوبو لاصوص طوماط ديال البيتزا. عندي 7 ديال الحبات ديال المطيشة، عندي البزار، عندي زيت الزيتون، عندي 3 دروز ديال الثوم محكوكين، عندي معلقه كبيره ديال الفلفل الحمراء، عندي هنا شويه ديال السكر، قمت معلقه صغيره عامره ديال سنيده باش كتحيد لاسيديتي ديال المطيشه، عندي هنايا الملحه، وعندي معلقه كبيره ديال الزعتر، وعندي شويه ديال الحامض، القطرات ديال الحامض. دابا ندوزو نحكو المطيشه ونحكو ان شاء الله في هاد الحكاكه الرقيقه، ندير ما تشفخش. بعد ما كملنا المطيشه في الحكان غنمشيو نديرو زيت العود ونسخنو المقله ديالنا. غندير الزيت البلديه
دابا نكبوا لاصوص طوماط. غنعصر على شويه ديال الحامض، ماشي بزاف، شويه. نديرو الثومه، فلفله حمراء، سكر، نديرو الملحه، بيره ديال الزعتر اللي قلت لكم، ديجا نقيتو، دابا نخليها بشويه نقصو عليها البوطو، نخليها طيب على خاطر، دابا نحكو شويه الزعتر، اللي كيبغيها حار يدير فيها شويه ديال الحار، أنا عندي طري صغار، داكشي علاش كندير شويه الزعتر، من بعد لاصوص ديالي طابت، ندقو على الملحة، ونطفيو عليها دابا صافي وجدات لاصوص. ديناها جوج سوايع ونص ديال المكان باش طلعت على خاطرها، قد ما ارتاحت صراحه لاباط ديال بيتي كتطلع احسن. شوفوا شفتوا كي جات كتلصق في اليد. دابا غندير ليها شويه ديال الزيت، العود بلون طرافاي، غنزل فيها هاد العجينه ديالي. بسم الله، شفتوا كيفاش خمرات وكيفاش خفيفة. بسم الله، دابا عاد نقسمها، اللي بغاها رقيقة يديرها رقيقة شوية، اللي بغاها غليظة يخليها. خرجت لي ربعة ديال الكورات، ملي تبغو تقرصوها بحال هكا، أنا صراحة غنديرها بالسميدة، كل واحد يقرص باش بغا، أنا تعجبني بالسميدة الفينو. دابا كنبقاو تندفعوا لي غاز للجناب، لاحظتوا ماشي كنكرس، كنبقى ندفع بحال هكا، دابا انا درتها في لاطا ديال البيتزا، اللي ما عندوش لاطا بيتزا يديرها في لاطا عاديه ديال الفران، ماشي مشكل، كنبقاو بهاد العمليه بحال هكا حتى كنقرصوها كلها تمشي. شوفوا دابا ملي تعرفوها ان طالعه العجينه زوين، شوفوا النفاخ ديالها في الجناب بحال هكا صادقه. دابا ندوزو لوحده اخرى عاود، من بعد ما قرصتهم بربعه كما شفتوا، دابا غادا نبدا ندير صوص طوماط ديالي. بسم الله، هاد لاصوص اللي خليت زدت فيه معلقه ديال الهريسه، حيت غندير واحد البيتزا وحده حاره على حساب وليداتي متيحكوش الحار، قررت نديرو بوحدو حتى لاخر. الى لاحظتو شوف فيها بزاف الزعتر،
صوص عامره بالزعتر. بعد ما عملنا البيتزا نتقبوها غير تقبات تكات هكا بالفرشيت باش ما تنفخش الا ملي تكون طيب. دابا غندوزو العماره، هادي غنعمرها غير بالكفته على حساب وليداتي، كل واحد شنو كيبغي في العماره وكل واحد يعمر باللي بغى. هاتو مشان ندخلو هادي دابا الفران. الفران ديالي سخان الماكسيموم، درنا في الصينية ونحطوها ديريكت لتحت، نتوما غتشوفو معانا. هادي غنعمروها بالطون، قلتلكم على حساب كل واحد باش تيبغي ياكل بيتزا. انا الشامبينيون كنفضل يكون مسوطي، ما تيعجبنيش خضر حيت كيلوح ليا الماء في البيتزا، وكل واحد يدير اللي بغى يعمرو به خضر، اللي بغى يسوطي يسوطي، انا كنفضلو بحال هكا صراحه. كاين اللي كيبغي الزيتون كحال، كاين اللي كيبغي الزيتون بيض، حنا درنا البيض. ندبها حتى هي نزيدو عليها فرماج، حتى غادي نديرو عليها موتزاريلا رابي. كما كتلاحظو البيتزا كطلع بوحدها كتنفخ، شفتو راه طلع عاد زوينه صراحة. هادي زدنا فيها البصلة، زدنا فيها الفلفلة، كما قلت لكم على حساب كل واحد يعمر باش بغى، على حساب وليداتي. حنا علينا حنا تنبغيو البصله، حنا كبار تنبغيو الفلفله. دابا نديرو عليها تيه فرماج، وهذه درنا بالسوسيس حتى هو كيجي زوين، وبالكفته حتى هي بالبصله وبالفلفله. شفتوا البيتزا هي مقرمله ومخشفشه. كتسمعوها مقرملة، ها البيتزا ديالي وجدات. شوف كتشوفو إن مجعبة من الداخل وخاوية وخفيفة ومن طون مقرملة. هاليا غير نقول لكم بالصحة والراحة وإلى اللقاء.